مساء الخير عليكم مشاهدي ومشاهدين قناة الصحة والجمال، وحلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة في بيتنا. هكون معاكم إيمان عصام، ولمدة ساعة من دلوقتي كل يوم أربع من الساعة 1 للساعة 2. الموت هو الحاجة الحقيقية الوحيدة اللي موجودة في حياتنا، والحاجة الثابتة اللي موجودة في حياتنا. مين فينا ما بيخافش من الموت؟ مين فينا ما بيخافش إنه يفارق أصدقائه وأهله وولاده وحبايبه وأي حد غالي عليه؟ مين فينا ما بيخافش إنه هيسيب سريره اللي بيحبه، ويسيب قطه، ويسيب بيته اللي هو مختاره بكل تفصيلة صغيرة فيه؟ مين فينا ما بيخافش من الموت؟ الموت هو الحقيقة الثابتة اللي موجودة في حياتنا، وكلنا مؤمنين بيها وعارفين إن هي كده كده هتحصل. بس المشكلة إن الموضوع أحيانا عند ناس معينة بيتطور معاهم إن هم من كتر التفكير الزيادة في الموت، أو من كتر الخوف الزيادة في الموت، بيوصل معاهم إن هم فعلا بيموتوا من الخوف، بيموتوا من كتر التفكير، بيموتوا من كتر الخوف، اللي هم مش طبيعيين، لاغين حياتهم كلها وبيفكروا بس في الموت. في ناس تانية بتفكر بشكل تاني، واللي هو أنا أشتغل ليه؟ أنا أبني ليه؟ أنا هشتغل عشان أكل وأشرب وأعيش ما أموتش، لكن أنا كده كده في الآخر عارف إن أنا هموت، فمش مش عندي طموح معين، أو مش عندي حاجة معينة، أو مش هبني، أو مش هشتري بيت، أو مش هحلم، أنا كده كده في الآخر هموت. ودول بيكونوا محتاجين لعلاج نفسي كتير. الموت مستحوذ على تفكيرهم، مستحوذ على دماغهم، مستحوذ على كل حاجة في حياتهم، مش عارفين يحلموا، مش عارفين يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، كأنهم عايشين كده وقت معين. أنا شايفة إن هو أنت كده كده مكتوب لك 10 سنين، 20 سنة، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، أنت كده كده مكتوب لك عمرك وهتعيش المدة دي، يعني هتعيشها. أنت خايف من الموت، عيشها بشيء، يعني اعمل للموت، ان انت تعمل للموت وتبقى مستريح نفسيا وحاسس ان انت مش خايف منه. انت عارف ان هو كده كده هيحصل، بس انت عامل اللي عليك ومش خايف منه، ان احنا نكمل حياتنا بشكل طبيعي ونعمل حاجات تخفف من عننا التوتر، أو تشيل من علينا الخوف من الموت. نعمل حاجات خيرية، نقعد مع أصدقائنا، نحلم، نبني، نقضي عمرنا اللي مكتوب لنا. أنت هتعيشه، يعني هتعيشه، ما تعيشوش في مرض نفسي، أو ما تعيشوش في بشكل مش مظبوط، أو بشكل غير طبيعي يأثر عمرك. أنت بتحلم أن أنت حياتك كلها موت، ما فيش أحلام، ما فيش طموح، ما فيش أي أهداف في حياتك كلها. هنا الموت بنسميه يعني فوبيا، بيكون عندك فوبيا، الخوف من الموت. الفوبيا دي بتوصل، يعني الفوبيا أصلا مرض نفسي، والمرض النفسي بيحتاج لعلاج نفسي، والعلاج النفسي بياخد وقت كبير جدا في العلاج عشان ترجع إنسان طبيعي وتعيش حياتك بشكل طبيعي تاني. كل دي مشاكل، دي مشكلة مهمة جدا في حياتنا، موجودة عند أشخاص، هي مش موجودة، هي فعلا موجودة عند ناس كتير جدا، وموجودة عند ناس حوالينا وقريبين جدا مننا، شايفين إن الموت محور حياتهم. ما ينفعش تكون شاغل حياتك كلها بإن أنا هموت. ربنا أمرنا بأن اسعى يا عبد ونسعى معاك، لازم نسعى، لازم نحلم، لازم نكمل حياتنا. وطول ما أنت بتتقي ربنا في معاملتك من اللي حواليك، أو معاملتك مع أي شخص في حياتك، بتتقي الله في المعاملة معاه، أو بتقرب من ربنا، بتعمل واجباتك من اتجاه أي شخص موجود حواليك، بتعمل بتدي حق ربنا، عامل كل اللي عليك من اتجاه ربنا، متقي الله في حياتك، ما تخافش، خلي عندك ثقة في ربنا وأمل، وعيشوا الحياة بطموح وأمل. الموت علينا حق، هنموت، كلنا عارفين إن احنا هنموت، ما فيش مفر من ده، ومؤمنين جدا 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 بده، بس لازم نعيش حياتنا. خلوا الموت قدام عيونكم طول الوقت عشان نقدر نتقي الله. طول ما احنا فاكرين الموت وطول ما احنا شايفينه قدامنا، هنتقي الله وهنتعامل بحب مع الناس، مش هنعمل حاجة غلط، هنحاول ما نعملش حاجة حرام، لان احنا شايفين الموت قدام عيوننا. لكن في نفس الوقت ما ينفعش ان انا اكون موقف كل حياتي علشان خاطر ان انا عارفة ان انا هموت، فانا مش هقوم من مكاني، انا قاعدة بقى لحد ما اموت. مش منطقي ومش واقعي. لازم يكون عندنا أحلام، ولازم يكون عندنا طموح، ولازم يكون عندنا أمل في الحياة، ونعيش بشكل طبيعي. ما ينفعش نسيب الموت يسيطر على حياتنا، هو كده يعني نهاية حياتنا، كده كده هنموت، وكده كده كلنا رايحين. فكرة ان احنا، يعني انا عايزة يعني احكي قصة بسرعة، احاول اختصر. كنت في مرة راكبة العربية وعملنا حادثة، العربية اتقلبت قلبة 2 3، وبعد كده العربية اللي هي الكبيرة اللي خبطتني، ببص لقيت ان العربية دي خلاص هتفرمنا، خلاص هنموت دلوقتي. ببص في الثواني دي ما فكرتش غير في حاجة واحدة بس، فكرت في ان انا ايه ده، انا مش هكون موجودة خلاص،
انا هسيب حياتي وهسيب الدنيا وهسيب عيلتي وهسيب، انا مش هكون موجوده في الدنيا. ما فكرتش في اي حاجه في اللحظه دي الا كده، روحنا متعلقه بالحياه، روحنا متعلقه بالاشخاص الغاليين على قلبنا والاشخاص الغاليين علينا واولادنا وامنا وابونا وعيلتنا اصحابنا، اي حد غالي علينا احنا بتبقى روحنا متعلقه بيه، روحنا متعلقه بحياتنا، روحنا متعلقه بكل حاجه بنحبها. فاحنا يعني نهايه الكلام، كل اللي انا عايزه اقوله، نخلي الموت قدام عيوننا عشان نتقي الله في معاملتنا مع الناس ونتقي الله في تصرفاتنا وكل افعالنا، وفي نفس الوقت نعيش حياتنا، وطول ما احنا بنعمل لده هنكون مطمنين وعندنا راحه نفسيه. اه طبعا الخوف من الموت موجود، وانا عارفه ان هو حاجه صعبه، لكن ما يسيطرش على حياتنا. إيه كمان عايزه اتكلم عن النوع اللي هو عارف ان هو عنده فوبيا موت وما بيفكرش ان هو يتعالج، او ما بيفكرش ان هو يروح يعالج نفسه او يشوف ايه المشكله. في ناس تانيه عندها مشكلة كبيرة جدا، وهي كمان الشباب الصغيرين، الشباب الصغير اللي يقول لك انا هموت من غير ما اتجوز، انا ما لحقتش اتجوز. هو خايف يموت، ان هو الخوف قبل ما يحقق احلامه، او الخوف من ان هو يظبط الدنيا ويظبط احلامه ويتجوز ويخلف، هو خايف يموت من ده. دي ما بتبقاش مشاكل نفسية، بس المشكلة النفسية الحقيقية ان احنا نكون قاعدين موقفين حياتنا، شايفين الحياة سودة، مكتئبين، مش عايزين نعمل أي حاجة في حياتنا خالص، علشان احنا عارفين ان احنا هنموت. اتفقلوا وعيشوا الحياة بروح حلوة، واعملوا للموت، الموت جاي والموت أكيد، بس نعمل ليه هنكون مرتاحين نفسيا ونقدر ان احنا نكمل حياتنا. هنطلع فاصل قصير ونرجع ليكم مرة تانية. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين كلامنا عن فوبيا الخوف من الموت. ومشرفني ومنورني النهارده في الاستديو الاعلامي الاستاذ سالم العدوي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الموضوع بتاع النهارده كئيب شويه بس هو حقيقه. تمام. حابين نعرف من حضرتك في البدايه ايه هي فوبيا الخوف من الموت. فوبيا الخوف، خلينا الاول نقول الفوبيا يعني ايه. كلمه فوبيا هي القلق، هي التوتر، هي ان انت مش عارف ده هيحصل امتى او ازاي، فتبدا تصاب بحاله من عدم التوازن النفسي. هو ده بدايه المشكله، ان احنا ما بنبقاش عارفين هنموت امتى، او ما لناش ميعاد معين، او ما لناش وقت معين بالزبط. فده هو اللي بيكون مسبب التوتر. فنرجع نقول بقى فوبيا الموت على بعض كده، فوبيا الخوف من الموت يعني ايه؟ يعني انا قلقان من ان انا اموت، انا خايف من ان انا اموت، انا مش عارف انا ممكن وانا نازل دلوقتي حالا اعمل حادثه مثلا بالعربيه فيتوفى كذا. فالحاجات دي كلها بتخليه يوصل لنقطه معينه، هي نقطه القلق، القلق من كل حاجه، من اللحظات اللي بتعدي، من الساعات اللي بتعدي، من النوم، من لحظه النوم، من لحظه ان هو خارج رايح مشوار راكب عربيه، كل ده بيخليه يوصل لمرحله انا خايف، انا خايف. طب انت خايف ليه؟ ايه اللي مخوفك؟ عدم استعدادك، ولا ايه اللي مخوفك ان انت ما تواجهش الموت؟ عدم استعدادك النفسي، يمكن عدم قربك من ربنا اللي المفروض ان انت كنت تبقى فيه، ولا من موقف حصل لك معين؟ في ساعات بيبقى في مواقف معينه حصلت لنا، زي مثلا حد كان ليه واحد صاحبه عزيز عليه قريب منه. كنت لسه هسال حضرتك عن الحته دي، هل ان احنا مثلا بيكون في شخص عزيز عليا قوي او حد قريب مني وفقدته، او مثلا لما بروح احضر عزاء، في ناس كده مثلا تروح تحضر عزاء او دفنه شخص قريب عليهم. صحيح. فهل ده سبب من الاسباب؟ طبعا طبعا، هي دي بتصاب بيها شويه، يعني اي حد بيتوفى حد قريب منه قوي بيصاب بالقلق من الموت ده شويه، او الخوف من الموت شويه، بس بيبقى حاجه يعني لمدة شهر اتنين تلاتة بالكتير، وبعد كده بيبدأ تاني يمارس حياته الطبيعية، لأن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بالنسيان. إحنا بشر بننسى مع الوقت، ومع مرور الوقت بيتم عملية حذف البعض الحاجات السيئة اللي ممكن تأثر عليك في حياتك. لكن هي الفوبيا الموت، فوبيا الموت موجودة، فوبيا الموت موجودة لما حد بيتوفى حد قريب منك، بس تبقى أكتر بقى لما يبقى حد صغير في السن، يعني أنت لسه شباب وحد تاني لسه شباب زيك، وواحد توفى، بنتأثر أكتر جدا لما يكون حد من نفس سني أو من نفس الجيل الصغير، وده منتشر جدا الفترة دي. صحيح. موت الشباب يعني بقى بشكل صعب قوي. صحيح. هو يمكن هو منتشر من زمان، لكن فكرة السوشيال ميديا دلوقتي هي اللي بدأت تظهره أكتر أو تبينه
اكتر للناس كلها. بس استاذ سالم دلوقتي الموضوع لا هو مش موجود من زمان، قبل كده كنا بنسمع ان اللي بيموت شخص معدي ال 60 وال 70 سنه، الناس الكبيره اللي كانوا بيموتوا. فين وفين لما كنا بنسمع عن حد سنه صغير مات؟ ممكن يكون السوشيال ميديا هو اللي ظهر ده. بص هو الاعمار بيد الله يعني، خلينا بس متفقين ان الاعمار بيد الله يعني، مفيش حد ليه سن للموت، كل واحد بيموت ولكل اجل كتاب، كل واحد بيموت في ميعاده، كل واحد بيجي له ملك الموت في ميعاده. فبالتالي نقدر نقول ايه، انك انت لو فضلت قلقان من الخوف من الموت، قدرت فضلت عندك قلق ومستمر وبدا يزيد وتحس بان كل لحظه انت هتموت، هتصاب تاني بامراض اخرى، امراض نفسيه هتوصلك فعلا للموت. عايز اقول لك على حاجه برضو، كان في موقف صديق ليا دكتور يعني، في اتنين جم من شرم الشيخ، واحد منهم عنده حمى، الاتنين عندهم حمى، فعملوا التحاليل، واحد طلع عنده ايه الايدز والتاني ما عندوش الايدز. اللي ما عندوش الايدز عنده حمى، بس من كتر خوفه من ان هو هيموت ومن كتر خوفه من ان هو مصاب بالايدز هو اللي مات، واللي عنده الايدز خف. انت فاهمه اللي حصل ايه؟ ان ده عامل نفسي 100%. انت ممكن توصل نفسك فعلا للموت. انت تموت حي كمان، انت فكره ان انت خايف كل يوم، واعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، صح؟ يبقى احنا لازم نحط دي في دماغنا كويس قوي، هل انا فعلا مؤهل للموت ولا لا؟ لازم احط في دماغي انا مؤهل للموت. امتى ابقى مؤهل للموت؟ لما اقرب من ربنا سبحانه وتعالى، لما اعمل اللي عليا، لما افكر في بكره، حتى لو الموت جاي هو جاي في ميعاد، ولكل اجل كتاب. ايه طيب احنا معانا مداخله هناخدها ونرجع نكمل كلامنا. إيه ايمان؟ قول لي ما إيه؟ الو؟ الو؟ ايوه اتفضل. يعني ما يعني فوبيا. يعني ايه فوبيا؟ طيب اوكي هنرد على حضرتك. الفوبيا هي نوع من انواع القلق والتوتر اللي بيصيب الانسان باستمراريه الى ان يصل لنقطه التملك من الخوف. لما توصل لنقطه التملك من الخوف، انت مثلا عندك فوبيا الاماكن المرتفعه، انت بقيت خايف تطلع للمكان المرتفع ده، خلاص انت مش هترفض بكل حواسك، هترفض بكل شيء جواك بان انت مش توصل، مش هتفكر اصلا انك تقرب من الحاجه دي. الخوف باستمرار من ممارسه شيء معين او من ان انت تقرب من شيء معين، هو ده اللي لما بيتكرر كتير يبقى اسمه فوبيا. ايه طيب استاذ سالم، هل الخوف من الموت بتشخص مرض نفسي؟ الخوف من الموت يشخص مرض نفسي. بصي انا مش طبيب نفسي عشان اتكلم في النقطه دي، لكن اقدر اقول لك ان بعد الفوبيا الموت وبعد وصول لنقطه معينه، انت بتصنف مريض نفسي، لانك انت بتصاب بالاكتئاب من الحياه، ممكن تصاب بامراض القلق زياده عن اللزوم اللي يوصلك لمرحله ان انت بقيت مش عايز تاخد خطوات جديده في حياتك، فانت قعدت في مكانك. ممكن يصنف بمرض نفسي لما انت تفقد الحافز للوصول لاهدافك، لما انت تفقد الحافز للاستمرار في حياتك، لما انت تبقى شايف ان كل حاجه حواليك هي لونها اسود، اكيد انت هتصاب بامراض نفسيه، ويمكن بقى علماء طب النفس ممكن يكلموا في ده اكتر مني. تمام احنا معانا مداخله كمان. مين معايا؟ رؤية؟ الو اتفضلي. لو سمحتي يا فندم، انا اسمي رؤية من اسوان. اهلا بحضرتك. انا قريبة مفتقدة زميلتي، فعندها 25 سنة. ايه برضه مش تمام. 13 يوم متوفية يعني من جوازها، عروسة. يا ربي صعبة قوي. انا فزعت جدا. انا حاليا دلوقتي مصابه بسكر بسبب وفاتها، ولا ده كان موجود بسبب وفاتها؟ سكر. صعب. انا ما بتكلمش مع حد، مش حابه اشوف حد، مش قادره اتعامل مع جوزي في البيت، مع مش قادره فعلا. انا كل شويه بقول انا بكره يومي، بكره دخولي، فالامور ده حاله صعبه جدا، ونفسيتي مش قادره كل شوية هي في بالي. فهو فعلا أنا خايفة، لأن هي زميلتي وقريبة مني وجارتي في نفس الوقت كمان. طيب أستأذنك يا رؤية، أنتِ يعني الخوف من إيه؟ أنتِ خايفة من إيه بالظبط؟ أنتِ خايفة من إنك أنتِ تموتي، ولا خايفة من إنك أنتِ تفقدي حد تاني، ولا أنتِ خوف جاي ناتج عن إيه؟ أو ناتج من إيه؟ أنا خايفة، أنا خفت. دي عروسة لسه ما كنت
ربنا يرحمها يا رب، ربنا يرحمها ان شاء الله. دي عروسه لسه كنت عندها في بيتها، يعني ما فيش اي حاجه ولا مرض، دي فجاه يعني. طب انت مؤمنه طبعا بربنا سبحانه وتعالى صح؟ اكيد طبعا. ومؤمنه أكيد بان طبعاً كل وقت، كل انسان فينا ليه اجل، ليه وقت خلاص حياته بتنتهي كما قال المولى عز وجل صح؟ وارد ان اي حد وهو مسافر يعمل حادث مثلا يتوفاه الله، او وارد ان حد يبقى، بصي اصل الحاجات دي ما بقتش ليها حسابات، وهي اصلا ما لهاش حسابات، ده القدر بتاع ربنا. ففكره ان انت معيشه نفسك جوه انا كمان ممكن اتوفى او انا زعلان عليها لدرجه معينه، هو ده اللي انا عايز اعرفه. انت خايفه من انك انت تموتي، ولا خايفه ولا زعلانه عليها للدرجه دي؟ اعتقد الاثنين من كلامها. انا خايفه من الاثنين، وبعد كده انا وفاتها الفجاه دي خلتني ان انا اعمل حساب للسنه اللي جايه، اللي هو انا ممكن يكون ساعتي بعديها، فاللي هو عايشه في خوف ان انا لو عدى علي اليوم النهارده بكره مش هيجي، مش فاهمه. كل شويه نقول خلاص، انا وصلت لما اكلم ماما اقول لها يا مامتي انا ممكن ما اشوفكش تاني، ما اعرفش ده هو الكلام ده كتير في دماغي كده. تمام. وبودع الناس اللي حواليا، انا مش فاهمه في ايه. رؤية ربنا يرحمها يا رب ويصبرك، ويا رب ان شاء الله تقدري تعدي المرحله دي على خير. استاذ سالم، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. رسول الله عليه الصلاه والسلام عند موت سيده خديجه ووفاه ابنه ابراهيم كان اسمها سنه الحزن. سنه كامله كان فيها الحزن مسيطر على الرسول عليه الصلاه والسلام. ففكره الموت بيسبب حزن ده شيء طبيعي. لكن الموت في موعظة، وإن ضاقت بكم الصدور فزوروا القبور، أو زوروا القبور. المفروض إن إحنا بنتعظ من الموت لحياتنا اللي إحنا عايشينها، لأن كل واحد فينا في يوم من الأيام هيواجه الموت. ففكرة إن أنت تكون قلقان من الموت لنفسك، فاعمل الخير، حاول إن أنت تبص للأمور بطريقة إيجابية، حدد ليك أهداف، حط حاجات تسعى لها، بص للناس اللي حواليك القريبة منك، حاول إن أنت تقرب منهم أكتر، وتكتشف إن الحقيقة هي إن أنت عايش مرحلة زمنية معينة، وبعدها إن شاء الله هتقابل وجه الكريم، وساعتها أنت هتبقى بالظبط ده اللي إحنا نتكلم فيه، إن إحنا نكون عندنا قدامنا عارفين إن إحنا هنموت طول الوقت صحيح. عشان نقدر نعمل لده، ولكن في نفس الوقت ما يبقاش مسيطر على حياتنا كلها صحيح. واللي هو مش عايشين على فكرة الموت. طيب الحاجة التانية هي زعلها. إحنا قلنا خلاص، إحنا يعني الأستاذة اللي اتكلمت دلوقتي إحنا لازم لازم نتقبل فكرة الموت، لأنها فكرة حقيقية، ويمكن دي الحقيقة الوحيدة اللي موجودة في حياتنا. لكن فكرة كمان إن أنت تكوني زعلان عليها برضو لازم تتقبليها، مسألة وقت وهتعدي، لكن دايما ترحمي عليها، افتكري بيها الحاجات الكويسة اللي هي كانت بتعملها معاكي، أو اللي أنت كنتوا قريبين من بعض في فترة زمنية معينة. الدعاء هو المستمر. طيب أستاذ سالم، دلوقتي إمتى ألجأ لطبيب نفسي، أو إمتى أبتدي أعرف إن الفوبيا دي محتاجة العلاج نفسي؟ هو لو بقت فوبيا، يبقى انت لازم تلجأ لطبيب نفسي. مراحل الخوف الاولى والقلق الاولى انت ممكن ساعتها تقدر تعديها لوحدك، لكن لو تحولت الى فوبيا لا، لازم بيتدخل طبيب نفسي، لان هو لازم بيشوف الاسباب الحقيقيه اللي وصلتك لده، وبيبدا يعالجها باسلوب علمي منظم. لو قلنا ان امتى تلجأ لان انت تكون طبيب، تلجأ لان انت تروح لدكتور، في حاله ان انت خلاص قعدت في البيت خايف تنزل من البيت عشان تموت، لا لازم تروح لدكتور. في حاله ان انت بقيت وانت ماشي في كل لحظه شايف ان انت دلوقتي ممكن تموت، لا لازم تروح لدكتور. ليه؟ لان اللي حصل زي ما اللي حصل للاستاذه من اسوان، الاستاذه رؤيه تقريبا كانت بتتكلم، قالت ان انا اصبت بالسكر بسبب موتها، بعد موت صديقتها. طب ايه اللي حصل لها هنا؟ اللي حصل لها هو تشك، حصل لها صدمه، الصدمه دي خلتها زي ما في واحد مثلا ممكن يمر بموقف يجي له ازمه قلبيه، واحد ممكن يجي له سكر، ممكن يجي لك ضغط، ممكن حاجات كتير بناء على سنك وبناء على القوة، حاجات مالهاش سبب، اللي هو نصيبك كده، لكن صحيح. بسبب موت حد او فقد حد عزيز عليك دي مشكله. صحيح. فهنا لا، انت لازم تروح للدكتور في حاله ان انت حسيت ان ده بيؤثر على حياتك كاملا. وعلى فكره الدكتور النفسي هو جزء من الطب اللي لازم نستخدمه في المده اللي جايه، لان فعليا كل حد فينا عنده مشاكل، مشكله حتى لو صغيره نفسيه، فانت بتحاول تعالجها عشان تقدر ترجع للاستقرار النفسي ولحياتك الطبيعيه. استاذ سالم، معانا مداخله كمان ازهار. استاذ ازهار اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عجباني الحلقه، عجباني الحلقه يعني بصراحه، ربنا يخليك.
اي سؤال حضرتك. فهمت الحلقه. ميرسي ليكي ميرسي ليكي. ايه ما فيش. دكتور ميرسي ربنا يخليك يا رب. تمام اتفضلي. بصراحه يعني بشكر القناه على البرامج اللي بتعملها دي، وبصراحه قناه كويسه انا متابعاها من زمان. ربنا يخليك يا رب، نكون قادرين نفيدكم بالحلقات اللي بنعملها. نرجع والله لين. شكرا. لسه معانا ازهار، ميرسي ربنا يخليك. شكرا شكرا. أستاذ سالم نرجع تاني نكمل كلامنا عن الطب النفسي. الطب النفسي كنا بنتكلم عن لو حد المشكلة، المشاكل النفسية دلوقتي بقت عندنا كلنا، حتى لو عندنا مشكلة صغيرة لازم ان احنا نحاول ان احنا نعالجها او نحاول ان احنا نتخطاها. كنا بنتكلم عن الموت. الموت دلوقتي هو حقيقة موجودة في حياتنا، احنا لازم نقدر نتعامل مع يعني وقت ان احنا فقدنا حد عزيز علينا او شخص غالي علينا، ازاي نقدر نتعامل مع ده او ازاي نقدر نتخطى ده؟ اولا بقوة الايمان، قوة الإيمان بقدر ربنا سبحانه وتعالى وبقدرة ربنا سبحانه وتعالى وبالمواعيد اللي ربنا حاططها لكل إنسان فينا أنه هو يتوفى أو يكمل في حياته. ثانيا بالاجتهاد على النفس في التطوير، أن أنت تحاول تطور دايما من نفسك، تحاول تلاقي ليك أهداف أخرى أن أنت تحاول تقدر توصل لها، ما تحطش في دماغك بأنك أنت خلاص هي الحياة لازم تقف كده. على فكرة الموت أحيانا بيجي الأشخاص باختيارهم، باختيارهم برفضه للحياة، برفضه لان هو ربنا مديك، ربنا مديك الحياه قدامك، انزل اسعى اجتهد، شوف ليك احلام، شوف اولادك في البيت، شوف مراتك، شوف والدتك، اخوك، اختك، الناس اللي حواليك انت ما بقتش مؤثر فيهم وما بقتش مهتم بيهم وما بقتش معاهم وبقيت شايف ان الموت هو الاقرب لحياتك، يبقى انت اللي اخترت الموت، انت اللي اخترته لنفسك باصابتك ببعض الامراض، اللي حد لما توصل لنقطه ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هو ده ميعاد موتك، انت هنا مت ايه؟ مت وانت حي، انت مت في الفترة الاولى وانت قاعد في البيت ما بتعملش حاجة. ده اللي انا كنت عايز اقوله، اللي هو انت كده كده هتعيش الوقت اللي مكتوب لك او العمر اللي مكتوب لك، قضيه وكمله بالشكل الكويس واعمل للموت اللي انت خايف منه عشان تقدر تكمل حياتك. معانا مداخلة استاذة عايدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. الحمد لله تمام وحضرتك طيبة. انا برحب بيك وبرحب بالدكتور، ربنا يبارك له يا رب. ربنا يخليك. والله ربنا خبير تنميه بشريه. والله والله نفس الحاله اللي عندي، انا بعاني بعاني والله بعاني. من ايه يا فندم؟ انا جالي موضوع تعب في معدتي فجاه كده، حرقان في المعده والتهاب في القولون. رحت للدكتور الجهاز اللي هو الهضمي، قال لي عندك التهابات جامده في المعده والقولون. الف سلامه على حضرتك. ربنا يخلي حضرتك. مشيت على العلاج ما خفتش، جيت رحت لدكتور تاني بقى يديني علاج، اخد من العلاج وفي توتر جامد بقى، توتر ان انا معدتي مش هتخف، ان انا هفضل كده، ان انا مش عايزه معدتي تخف، وكل ما حد يسال علي انت توتر. قلق من المرض، قلق من المرض، كل ده معدتي توجعني. ففجاه دلوقتي اللي بيحصل لي معدتي هديت، لكن في دلوقتي حاجه اسمها فوبيا، اللي هي مش فوبيا بقى من موت، انا دلوقتي ساعات من كتر اللي عندي جسمي بيوجعني دايما، معدتي توجعني دايما، وبطلب يعني لما اسمع حد يقولوا فلان متوفى اقول يا بخته، لان انا كده مش هخف خالص، انا جسمي واجعني على طول، انا خايفه ما انامش. السلام عليك. انا خايفه ما اعملش. الله ربنا يبارك في حضرتك. انا عندي 58 سنه. ما شاء الله العمر كله يا رب. ربنا يبارك لك. وبعدين انا دلوقتي اعصابي يعني قاعده دلوقتي لو شغلت القران شويه، ده انا تعبانه كده من القران، ده انا تعبانه من كذا، ده عندك خوف من كل شيء. انا مثلا وبقيت حلوه وبضحك مع الولاد وكويسه، وبعد كده ابقى خايفه من كمان شويه هيجيني نفس الموضوع، وابقى قاعده بقى متوتره وقاعده ساكته، ابقى اخش المطبخ مش عارفه اخش اعمل ايه في المطبخ، ماشيه في الشقه كاني غريبه، كاني انا مريضه، انا في حاجه، انا عليا حاجه، في جن فيا، في حاجه فيا، في كذا فيا، خلاص انا بقيت عايشه بالموضوع ده. هو حضرتك اصلا استاذنك، هو حضرتك من زمان، من زمان وانت يعني عندك، من زمان وانت عندك الوسواس، عندك وسواس يعني في كل أيوة كل حاجه. هو انا من زمان وانا عندي الوسواس ده، فبدا يزيد بقى مع وجود المرض. ايه؟ بدا يزيد مع وجود المرض، مع وجود مرض في المعده فبدا يزيد. برافو عليك، الله ينور على تمام. حضرتك يا تمام. دكتور بدا يزيد بقى مع المرض والمرض في المعده، فاذا كلت لقمه وتعبتني ممكن تكون تعباني من ان انا بفكر،
ان انا بعمل، لكن هي مش وجعاني من اللقمه اللي انا اكلتها. طب يعني بصي، هو اصعب حد في الدنيا انت ممكن تقنعه بحاجه هو حد مقتنع بان هو عارف. يعني انا فكره ان انا بقرا كتير، يعني واضح ان حضرتك كمان مثقفه فبتقري كتير او بتبصي او بتطلعي كتير او بتسمعي حاجات كتير، فده خلاكي توصلي لنقطه ان انت بقى عندك وعي بس مش عارفه تعالجي ازاي. يعني انا عارفه ان انا غلط بس انا عالج ده ازاي؟ انا مش عارفه اعالج ده ازاي. كلهم بيكلموني اقول لهم يا جماعه والله كل الكلام ده اللي انتوا بتقولوه صحيح. انت مش حاجه، انت مش تعبانه من حاجه، انت الحاج طالع على المعاش واولادك كل واحد في بيته وبيجوا لك وممكن تخرجي وممكن تروحي انت ايه اللي تعبك؟ انت في ايه عندك؟ اقول لهم يا جماعه والله التعب في دماغي، والله يا جماعه تعب الدماغ ده اصعب تعب. صح صح انا صح. عارفه كل اللي بتقولوه ده، انا مش تعبانه منه والله، انا مرتاح. لا احنا هنتكلم عن النقطه دي، هنتكلم عن النقطه دي. حاضر. ما هو استاذ سالم هي قصدها انا عايزه اوصل لحل، لو حل هنتكلم عليها دلوقتي حالا. حاضر. عيني بشكرك استاذ سالم. هي مشكلتها الاساسيه دلوقتي ان هي عندها الوسواس. ده وسواس، يعني ده بقى نوع متقدم من يعني الوسواس. الفوبيا بتصاب في حاله، يعني انا ممكن اقول انا خايف مثلا، اتكلمت على يعني مش على حاجه معينه او مش فوبيا من ده حاجه معينه، ده الاشمل. هي عندها حاجات كتير. تمام. الفوبيا ان انا بخاف مثلا، فوبيا ركوب الاسانسير، فوبيا الاماكن المرتفعه، فوبيا النجاح، فوبيا الموت. دي الفوبيا بيبقى يصاب بحاجه واحده، يعني في حاجه هي اللي بيخاف منها بيقلق منها. لكن فكره ان انا بقت كتير وسواس بالظبط، فكره ان انا بقت كل حاجه بخاف منها او بقلق منها، هي كده انا وصلت لكلمه الوسواس. الوسواس القهري اللي هو ايه؟ انا بقيت خايف على اولادي لدرجه كبيره، فابدا احوط عليهم اكتر، في بعد ما يكبروا شويه تلاقيهم ان هم بعدوا عني. بقيت خايف من، بصي في من كتر خوفنا عليهم، يعني حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، كل متوقع كل حاجه انت هتتوقعها هتجيلك. انت اردت ان انت تصاب بمرض وقعدت تفكر في المرض هيجيلك. لو اتكلمنا من الجزء الثاني عن قانون الجذب، فانت بتجذب ليك الافكار السلبيه، الاشخاص السلبيه، وبما انك انت قارئ جيد، يعني الاستاذه اللي كانت بتتكلم هي قارئه ومطلعه، فعندها معلومات وعندها وعي، فحصل لها ايه؟ حصل لها ان هي عارفه كل الكلام ده بس مش عارفه تعالجه ازاي. تتعامل معاه ازاي؟ بالايمان. بالثقه في ربنا. الايمان، الثقه في ربنا والايمان بربنا سبحانه وتعالى وبقدر ربنا، بيبعث الطمانينه الى قلوبنا، بنحس ساعتها بالراحه النفسيه اللي انت تقدر ساعتها تقول انا الحمد لله وصلت لمرحله معينه، انا الحمد لله قادر على ان انا اتحدى ده واكمل ده. يبقى الايمان هيديك الحافز والقوه على التحدي لما الافكار السلبيه اللي بتدور حوالين دماغك. تاني حاجه بعد الايمان، انت لازم تثق في انك انت تقدر تتحدى ده. ازاي اقدر اثق في ده؟ بان انا بجذب ليا الطاقات الايجابيه اللي موجوده حواليا، ابص للحاجات اللي بتفرحني دايما. عارفه في حاجه اسمها الالهاء، الهي نفسك شويه، الهي نفسك وبطل تفكير. لحظه ما انت جاي تنام، في ناس بتلهي نفسها بايه؟ تخيلي بان هي تسمع مثلا اغنيه او تسمع فيلم او تتفرج على فيلم او ما شابه من الحاجات دي. تخيلوا. وفي ناس تانيه بتعمل حاجه، التسبيح الاستغفار، الحاجات دي مهمه جدا. لحظه النوم بتفصل عقلك الواعي عن اللاواعي عشان تقدر ان انت تنام. ده اللي انا قصدي عليه وقلته في الاول، ان احنا ما نركزش على الموت، نعمل حاجات، نعيش حياتنا بشكل طبيعي ونكمل، والموت كده كده جاي. معانا مداخله استاذه شهيره، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذتنا الجميله استاذه ايمان، ازي حضرتك؟ ميرسي، ربنا يخليكي، الحمد لله تمام. بنرحب بحضرتك ونرحب بضيفك استاذ سالم وكده. ربنا يخليكي. عايزه اقول لحضرتك، يعني انت يعني الحلقه قافله شويه بس ما فيش مشكله. انا كئيبه شويه بس هو يعني واقع. هو واقع وحق وموجود ويقين في حياتنا. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك يعني انا ما رايت يقين في الحياه كلها الا الموت. صحيح. فانا عايزه اقول اهلا وسهلا ومرحبا بلقاء الله. يعني الموت بدان جاي. احنا زي ما حضرتك اتفضلتي في اول حلقه وقلتي هنعمل للموت بس هنعيش الحياه. ده اللي احنا قصدنا عليه. لازم نتخلص من. انا مبسوط من طاقتك الايجابيه قوي، يعني مبسوط من كميه هي الطاقه دخلت الإيجابية. على الحلقه فرفشه، وده مهم مهم جدا. يمكن هو ده اللي احنا كنا المفروض ان احنا هنقوله في اخر الحلقه. انت كمان ساعدتينا يعني ان احنا نوصله للناس. مش عندنا مش عايزين نقفل الدنيا، الحياه حلوه وجميله وكل حاجه، بس في يقين ان في موت. اوكي ماشي، اهلا وسهلا ومرحبا بلقاء الله.
صحيح إيه كلامها صحيح. جميل صحيح. وبجد أنا بشكرك وشكرا على الإضافة الجميلة اللي ضفتيها لحلقتنا النهاردة. في طاقة إيجابية لازم كتيرة. لازم إحنا لازم نبقى عارفين إن الموت زي ما بنقول علينا حق. طيب الموت الحق ده يبقى إحنا رايحين لدار الحق لربنا سبحانه وتعالى. زي ما تقول أهلا وأنت بالضبط. أنت بدل أنت عامل في دنيتك اللي ما يخلكش تخاف يبقى اهلا. ده انا قد ايه الاشتياق الى لقاء الله سبحانه وتعالى في لحظه ما انت تبقى مؤمن وقريب منه. بس للاسف دلوقتي يعني مش كله جاهز ان هو يقابل ربنا. هو ما فيش انسان ما عندوش ذنوب او ما عندوش حاجات مخوفاه من الموت، ولكن برضو احنا عايزين نصلح من ده كمان. يعني إجهز. هو مش كل لحظه خليك مستعد بس ليها. عايزين نجهز. انت كل لحظه خليك مستعد ليها، كل لحظه خليك مستعد لانك انت هتقابل ربنا. مش ساعتها انت هتلاقي ربنا بيغفر الذنوب جميعا، فانت هتفضل عايش على الذنوب اللي انت عشتها. لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا سبحانه وتعالى قادر على غفران كل حاجه عدت عليك. ربنا اعمل حسناتك من دلوقتي، ابدا اشتغل على نفسك من دلوقتي على انك انت ما تخافش انه تقبل الموت. قول للموت اهلا وسهلا زي ما لسه الاستاذ قايل، اهلا وسهلا. ليه اهلا وسهلا؟ لانك انت في اخر لحظه انت فيها في حياتك نطقت الشهاده، فربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يغفر للجميع ويدخل كل الناس الجنه باذن الله. تمام، احنا هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين مع أستاذ سالم العدوي خبير التنمية البشرية. مستر سالم، لو أنا دلوقتي عندي في أب توفى في الأسرة والأسرة دي فيها طفل صغير، والأم أنا كدوري كأم إزاي أوصل للطفل إن بابا توفى من غير ما أخلي عنده فوبيا من الموت لما يكبر؟ دي مشكلة بتواجه بيوت كتيرة جدا، خصوصا الوالد لما يتوفى والأولاد صغيرين. عارفة في ناس بتعالج المشكلة دي بأنها تقول ده بابا مسافر. ده بابا مسافر ورايح، لا مسافر 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 بره مصر ولسه لما يرجع بابا اصل هو مش فاضي وعنده شغل. بتفضل عايش على ده شوية بس ما بتقدرش ان هي تكمل كتير لأنها لازم تواجه الواقع. فكرة ان انت بتديها له بالتدريج او بتقول له المعلومة بالتدريج او بتوصل له المعلومة بالتدريج. يعني ده صح؟ عشان يفهمها. لا هو لو مدرك شوية فانت هتوصلها له بالتدريج عشان يفهمها. لو هو مش مدرك، يعني لو لسه سنتين او ثلاثة هو مش عارف يعني ايه مات. فانت لازم تشرح له يعني ايه الموت، ان كل حد فينا بيروح بعد ما بيخلص حياته ديت بيروح لحياة تانية عند ربنا اسمها الموت. فبيسافر بيروح عند ربنا في السماء، بيروح بوصلها بطريقة بسيطة بحيث ان هي توصل له تكون مناسبة لسنه بالظبط كده. طيب دي حاجة انت المفروض ان انت بتنفذها او بتعملها مع الاولاد الصغيرين اللي عندهم عدم ادراك ان انت بتفهمهم. طيب الكبير اللي عدى 12 سنة او 13 سنة، لا انت لازم تقعد معاه وتصرحه وتواجهه وتقول له ان والدك توفى او والدتك توفت، لا لان ده قدرها ولان ده حاجه بتاعت ربنا واحنا مؤمنين بربنا. وتحاول تقربه من الدين شويه. الدين السر يا ايمان، والايمان السر ايا كان الديانه، ايا كانت الديانه. الايمان يعني انت فكره الايمان لوحدها بتديك الاحساس بالطمانينه للمواجهه، لمواجهه ربنا سبحانه وتعالى. لانك انت تنزل يعني سوري انا اسف بس هي مش مقصود مواجهه لكن انت تقابل وجه الله سبحانه وتعالى. فكره ان انت يكون عندك ايمان ورضا بقضاء ربنا هو ده نمبر 1 او ده هو ده رقم 1. احنا عندنا يقين ان الموت اتي اتي هو جاي بالزبط. كلنا بالزبط. هنموت بالزبط. بس طرق التعامل معاه كل غلط، كل واحد بقى بيشوف يعني المناسب. يمكن لسه كان في رحمه الله عليه كان في بلوجر اسمه مصطفى، كان مصطفى حفناوي صحيح كان لسه متوفي وهو لسه شاب ده اثر صغير. فينا كلنا عشان اتاثر مصر كلها. شفت سبحان الله كمية الدعاء اللي خدها، يا رب يبقى يجعلها في ميزان حسناته يا رب. بس عايز اقول لك ان مفيش حد عارف اجله امتى، ومفيش حد عارف امتى هيواجه الموت. فعلا فيه عشان احنا بنبقى عايشين حياتنا بشكل طبيعي جدا وحاسين ده بعيد، حاسين ان انا شفت حد كان قاعد معايا بيقول لي انا حاسس ان انا مش هموت. وفي مثل تاني بيقول لك اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. عارفه اللي بيخاف من العفريت انت بتكذبها. كل حاجه قانون جذب. انت حتى لو قاعد في البيت، لو قاعد في البيت لوحدك وعندك فوبيا من ان حرامي يخش لك فانت رحت قافل النور عشان ما فيش حرامي، او رحت فاتح النور الحرامي هيعرف من كتر الفوبيا اللي انت فيها يجيلك. يعني هو الموضوع بنكذب كل حاجه لينا. فانت لا خد بالك من نفسك كويس قوي بان فوبيا الموت قرب من ربنا. دور ليك على اهداف اخرى حاول تسعى لتحقيقها. قرب من الناس اللي حواليك اللي بيحبوك واللي انت عايز تتواصل معاهم وتقرب منهم وتحس بالطمانينه تجاههم.
طيب في النهاية أستاذ سالم، عايز أسأل حضرتك إيه طرق العلاج أو البروتوكول المفروض نمشي عليه بعد اللي عنده فوبيا معينة؟ أي في أي نوع من أنواع الفوبيا؟ أي نوع من أنواع الفوبيا يبقى هو الاستسلام لقضاء الله، دي رقم واحد. رقم اتنين إن أنت واجه، لازم تواجه فكره يعني ان انت ما بتواجهش. يعني انا هحطك خايفه مثلا من الاماكن العاليه، اروح لازم اطلع تطلع. اماكن عاليه اطلع بس بالتدريج. يعني انت لو طلعت مكان عالي مره واحده هتلاقي نفسك ان انت عرقت واصبت بدوخه ومش ممكن اطلع بالتدريج. يعني اطلع الدور الثالث، اطلع الرابع، الخامس، كل مره كده. وانت لازم يبقى عندك الاستعداد النفسي، هو اول حاجه استعدادي النفسي لمواجهه الفوبيا، ده رقم واحد في علاجك طبعا، بعد يقينك بربنا سبحانه وتعالى بان مفيش حاجه بتيجي من غير نصيب. في النهاية أنا بشكر حضرتك أستاذ سالم، وأنت نورتنا، واستنونا في حلقة جديدة من ساعة في بيتنا.